كشفت وثائق قضائية جديدة أن عملاء سابقين في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يعملون حاليا في قطر قاموا بعملية اختراق لأحد الدبلوماسيين المقربين من جاريد كوشنر وصهر الرئيس الأمريكي ومستشاره في إطار حملة طويلة من التجسس والابتزاز. وفقا لما جاء في مذكرة الدعوى القضائية الفيدرالية، قامت شركة جي آر أي ومؤسسها عميل مخابرات سابق بتكليف موظف سابق في فروع جهاز الاستخبارات الأمريكي بالعمل على تعزيز السياسة الخارجية لقطر، وتضمنت المهام اعتراض المعلومات الحساسة والخاصة للمواطنين الأمريكيين. يواجه عملاء CIA السابقون اتهامات بالقرصنة الإلكترونية غير القانونية من قبل أليوت برودي، مسؤول سابق عن جمع تبرعات لصالح الحملة الانتخابية الرئاسية لدونالد ترامب، والذي يتهم قطر بدفع مبلغ 100 مليون دولار لشركة الاستثمارات الخاصة العالمية Global Risk Advisor.